رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. الضيوف الأكارم، السيدات والسادة المحترمون، إنه لشرف عظيم لنا أن نستضيف الزيارة الرسمية لوفدكم برئاسة فخامتكم إلى جمهورية أرمينيا اللي بسميها بكل فخر واعتزاز تاريخية. تنبع صداقة الشعبين من أعماق القرون، واللي بدورها تتعزز بأكثر من 30 عاما من العلاقات المستقرة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا. أنا بعتبر المفاوضات مع نظير الرئيس السيسي مثمرة، حيث ناقشنا خلالها الإطار الواسع من التعاون بين بلدينا على مدى السنوات، وخطط اليوم والمهام المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية فيما بعد. أود أن أشير بارتياح إلى أن أرمينيا ومصر تتعاونان اليوم بشكل فعال في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والسياحية وغيرها. كما تم تكوين تعاون فعال في عدد من المنصات متعددة الأطراف. بالطبع حجم التجارة الثنائية ما زال غير مرضٍ، مع ذلك فأنا على يقين أن بفضل أجندتنا السياسية الواسعة وكذلك من خلال بذل حكومتي بلدينا جهود مشتركة سيتم تعميق أجندة التعاون المتبادل المنفعة بشكل أكبر في المستقبل القريب، وسنسجل نتائج في التبادل التجاري والاقتصادي وكذلك في عدد من المجالات الأخرى. وأرى أنه من الضروري أن نعترف أنه خلال السنوات الماضية تم إحراز تقدم كبير في جميع مجالات التعاون. علاوة على ذلك تظهر آفاق جديدة للتعاون، تم التوقيع على أكثر من 50 وثيقة تعاون بين بلدينا، وفي إطار الزيارة تم التوقيع على عدد من الوثائق الإضافية أيضا والتي ستكون بداية لمبادرات جديدة ومثيرة للاهتمام. السياحة تتطور بشكل ديناميكي. بالنسبة لمواطني أرمينيا، كانت مصر واحدة من أكثر الوجهات المفضلة لقضاء العطلات لسنوات باستمرار، وعدد السياح لدينا يتزايد بشكل كبير عاما تلو آخر. بعد التسهيل الأخير لمنح تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين من قبل أرمينيا، نتوقع أيضا تدفقا كبيرا للسياح المصريين لأرمينيا، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز الأواصر الودية الأرمينية المصرية والتعارف المتبادل بين الشعبين. بالطبع خلال اللقاء مع الرئيس السيسي، فضلا عن الأجندة الثنائية، ناقشنا أيضا قضايا ذات أهمية أمنية وسياسية وإقليمية، كما ناقشنا جهود أرمينيا لإهلال السلام والاستقرار في المنطقة. لا يفوتني أن أذكر أن للجالية الأرمينية المصرية دورا خاصا في العلاقات الأرمينية المصرية، اللي بتقدم مساهمتها لقرون باستمرار في تنمية مصر وتقوية العلاقات الثنائية. وفي هذا الصدد أود أن أعبر عن شكري الخاص على الرعاية على مستوى الدولة اللي كان وما زال يتمتع بها مواطنينا الذين يعيشون في مصر، ولا ينسى الشعب الأرمني أبدا الاستقبال بأزرع مفتوحة والدعم الذي أبدوه الشعب المصري لأولادهم الذين نجوا من الإبادة الجماعية للأرمن. آمل في أن تكون الصداقة الأرمنية المصرية في الفترة الراهنة المالية بالعديد من التحديات أحد العوامل اللي بفضلها هيتمكن بلدانا من التغلب على جميع الصعوبات والسير بثقة نحو مستقبل مشرق. فخامة الرئيس، أغتنم الفرصة دي وأرجو أن تتقبلوا تهنية الحرة على التنظيم الممتاز للمؤتمر 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتريا بشأن تغيير المناخ، وعلى النجاح والنتائج الإيجابية التي تحققت أثناء المؤتمر. في الهيئة مرة أخرى أود التأكيد على أهمية هذه الزيارة التاريخية مع أصدق تمنياتي لدولتين لمزيد من العلاقات وطيدة وإنجازات جديدة في العمل المشترك لما فيه خير شعبينا. شكرا.